السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامجنا. الحلقة النهاردة مخصصة لطلبة الصف الأول، تخصص طباعة وصباغة وتجهيز منسوجات. المادة اللي هنتكلم عليها النهاردة مادة العمليات. مادة العمليات مادة مهمة جدا جدا في مجال التخصص بتاعنا. المادة ده هي بتشرح لنا إيه هي العمليات اللي بتتم على الأقمشة عشان خاطر القماش بتاعي يطلع منتج نهائي، إن أنا ينفع إن أنا أفصله ستاير، إن أنا أعمله أقمشة مفروشات، إن أنا أعمله أقمشة ملابس سيدات، إن أنا ملابس أطفال، إن هو يكون معلقات، أي حاجة أيا كانت هشتغل فيها هستخدم فيها القماش. طيب قبل ما أعرف إيه هي العمليات اللي أنا أعرفها أو إن أنا هستخدمها على القماش أو هعملها على القماش، لازم اعرف ايه هي المواد الكيميائية اللي انا بستخدمها في المجال بتاعنا. بستخدم مواد كيميائية، بستخدم صبغات، بستخدم مية، بستخدم احماض، بستخدم قلويات، بستخدم املاح. لازم اعرف خصائص المواد دهيا، المواد اللي بتساعدني على انا اعمل المهام بتاعتي او العمليات بتاعتي بنجاح. تمام، طيب يبقى اهم حاجة عندنا احنا هنتعرف على المواد الكيميائية اللي احنا بنستخدمها في مجال التخصص بتاعنا. تاني حاجة بنعرفها، بنعرف ايه هي العمليات التحضيرية اللي بتتم على الأقمشة. المنهج بتاعنا بتاع سنة أولى بنتكلم فيه على العمليات التحضيرية اللي بتتم على الأقمشة القطنية والأقمشة الصوفية. بنتكلم على إزالة الوبرة سواء إذا كانت بحلق الوبرة أو حرق الوبرة، بنتكلم على إزالة مواد النشوية، بنتكلم على المواد إزالة الشوائب والبكتين اللي هي عملية الغلي، بنتكلم على عملية التبييض، بنتكلم على عملية التحرير. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ايه هي العمليات، نطس عنها. طيب نعرف اول حاجة المواد الكيميائية اللي بنستخدمها. يبقى احنا عرفنا ان احنا المواد اللي احنا هناخده ان شاء الله السنة دي هناخد نتعرف على المواد الكيميائية وهنتعرف على العمليات التحضيرية بتتم على الأقمشة. يبقى الغرض من المنهج بتاعنا بيتكلم على مواد كيميائية والعمليات التحضيرية. ماشي، ايه هي المواد الكيميائية المستخدمة في مجال المنسوجات؟ اول حاجة الاحماض. الاحماض دي هي مواد تذوب في المية ولها طعم لاذع، كما انها تحول لون ورق عباد الشمس من اللون الاحمر، من اللون البنفسجي الى اللون الاحمر. احنا عارفين ان الاحماض ليها شكل معين. الاحماض شكلها ايه؟ سائل، يا اما السائل ده يكون لزج، يا اما السائل ده يكون شفاف، يكون عديم اللون زي ما يكون. طيب ايه هي الصفات العامة للأحماض؟ الأحماض لو جينا دقناها على طرف لسانا كده نلاقي طعمها لاذع. وما يميز الأحماض ان احنا لو جبنا ورق عباد الشمس اللي هو لونه بنفسجي وحطيناها في محلول في حامض هيحول لي اللون البنفسجي ده الى اللون الأحمر، الى اللون الأحمر. طيب الاحماض بتنقسم لحاجتين، احماض عضويه واحماض معدنيه. اول حاجه هنتكلم على الاحماض المعدنيه. الاحماض المعدنيه اول حامض عندي هو حامض الكبريتيك رمزه H2SO4. حامض الكبريتيك رمزه H2SO4. الحامض ده حامض معدني قوي، حامض معدني قوي. اسمه في الصناعه ماء النار، اسمه في الصناعه ايه؟ ميه النار. ميه النار دي بنستخدمها فين؟ في البطاريات بتاع العربيات، في التنظيف. مية النار دي مادة كاوية. طيب نعرف الشكل العام بقى لحامض الكبريتيك. حامض الكبريتيك سائل زيتي القوام، سائل زيتي قوام يميل لونه للاصفرار، سهل ذوبان في المية، سهل ذوبان في المية. من الأحماض القوية جدا، من الأحماض القوية جدا. له تأثير كاوي على الجلد، يعني لو جه على طرف الجلد بتاعي او على ايديا لمسني هيعمل لي حرق في الجلد مباشر فوري، حرق فوري. اسمه في الصناعة احنا قلنا ايه؟ مية النار. شكله ايه؟ شكله سائل زيتي قوام يميل لونه للاصفرار، سهل الذوبان في المية. كثافته النوعية 1.84%، 1.84%. بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في مجال صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات، ويجب الحذر عند استخدامه في مع الأقمشة. ليه؟ لأن تأثير الأحماض القوية زي ما خدنا في مادة الخامات إن ممكن تأثر على بعض الخامات زي القطن. الحامض القوي بيعمل له إيه؟ الحامض القوي بيأثر على مكانة الخامة، بيأثر على بيفحم السليلوز، بيبتدي إن هو يسحب كل المية الموجودة في السليلوز ويفحمه، يفحم السليلوز. تمام؟ طيب يبقى إحنا قلنا الحامض الكبريتيك رمزه H2SO4، اسمه في الصناعة ماء النار. ماشي، سائل زيتي قوام يميل لونه للاصفرار، سهل الذوبان في الميه.
يستخدم في مجال صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات، وإيه تاني، ويستخدم في صناعة مفرقعات. بيستخدم في إيه تاني؟ يستخدم في بطاريات العربيات. يجب الحذر، يجي سؤال يقول لي علل، يجب الحذر عند استخدام حامض الكبريتيك في الصناعة. ليه؟ لأنه له تأثير كاوي على الجلد. أفرق ما بين ما يقول لي أستخدمه في مجال المنسوجات وأستخدمه في مجال الصناعة. في مجال الصناعة يبقى عشان خاطر ما يأثرليش على الجلد اللي العمال اللي شغالين أو اللي بيستخدموا المادة الكيميائية. طب في الصناعة، في مجال المنسوجات، عشان خاطر بيؤثر على متانة الخامة، تاني نوع عندي من الأحماض المعدنية حامض الهيدروكلوريك. الهيدروكلوريك هو تاني حامض معدني، يشبه بالظبط حامض الكبريتيك. حامض الهيدروكلوريك رمزه HCl، وهو حامض معدني قوي، وله نفس خواص حامض الكبريتيك، كثافته النوعية يفرق عنه ان هو سائل شفاف عديم، يميل لونه للاصفرار، مش زيتي قوام بقى، يميل لونه للاصفرار، سهل الذوبان في المية. كثافته النوعية 1.2، يستخدم في مجال صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات. تاني نوع عندي من الأحماض حامض النيتريك، رمزه HNO3، وده بيستخدم في مجال، هو سائل شفاف عديم اللون، سهل الذوبان في المية، يستخدم في مجال صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات، ويستخدم كعامل مؤكسد عند صباغة الصوف بالصبغات الحامضية، تاني نوع عندي من الأحماض الأحماض العضوية. الأحماض العضوية، أول حامض عندي حامض الأسيتيك. كلنا عارفين حامض الأسيتيك ده، اللي هو حامض الخليك، الخل اللي احنا بنستخدمه في البيت. شكله عامل ازاي؟ الخل ده سائل شفاف، ليه لون ولا ملوش لون؟ ملوش لون، سائل شفاف عديم اللون. اسمه في رمزه ايه؟ CH3COOH، طيب الحامض ده بيستخدم في ايه؟ احنا الخل بنستخدمه في الملابس في ايه، او في تجهيز المنسوجات في ايه؟ بستخدمه في عمليات الصباغه، مهم جدا. بستخدمه في العمليات التحضيريه، مهم جدا. بيظبط درجه الاس الهيدروجيني، الحامضيه او القلويه بتاعه المحلول. يبقى حامض الخليك او حامض الاسيتيك اللي هو اسمه الخليك في الصناعه، رمزه CH3COOH، خواصه هو سائل شفاف عديم اللون، عند خفض درجه الحراره الى 18 درجه مئويه، سالب 18، بيتحول الى حامض الخليك الثلج، يبقى عامل زي الثلج الهش كده، بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في مجال صباغه وطباعه المنسوجات. كل المواد الكيميائيه اللي احنا هنتكلم عنها استخدامها الاساسي في مجال صباغه وطباعه وتجهيز الاقمشه، تاني نوع عندي من الأحماض المعدنية العضوية حامض الفورميك، رمزه HCOOH، وهو سائل شفاف عديم اللون. أهم ما بيميز الحامض ده هو إنه له قدرة على التطاير. يعني إيه تطاير؟ يعني أنا لو حطاه جوه عبوة وقافلة العبوة بتاعتي كويس، ماشي، مش هيطير، لكن لو شافك تحت العبوة هيطير زي السبيرتو، عشان خاطر كده يجي لك سؤال يقول لك علل. يجب احكام غلق العبوة المحتوية على حامض الفورميك. ليه؟ لان هو له قدرة على التطاير. التطاير يعني بيتبخر في الجو، بيبتدي ان هو يتأثر بالجو، ويبتدي ان هو يتبخر في الجو، مش موجود زيه زي الاسيتون كده بالظبط، زي الكحول. لازم اقفل العبوة كويس قوي عشان خاطر ما يتطايرش. بيستخدم في ايه حامض الفورميك؟ بيستخدم في مجال صباغة وطباعة منسوجات، وبيستخدم في عمليات الصباغة بالأخص لضبط درجات الأس الهيدروجين. يبقى كده اتكلمنا على الأحماض، المعدنية والأحماض العضوية. نتكلم على بعد كده على القلويات. تاني نوع عندي اللي هو القلويات. طيب القلويات دي شكلها عامل ازاي؟ هي مواد لها ملمس صابوني، لو جيت مسكتها بإيديا كده هلاقيها عاملة زي الصابون. أهم ما يميزها إن أنا لو جبت ورق عباد الشمس اللي لونه بنفسجي وحطيته في المحلول اللي بيحتوي على مادة قلوية، بيتحول لونها إلى اللون الأزرق. يبقى كده قلنا الأحماض بتحول ورق عباد الشمس إلى اللون الأحمر، والقلويات بتحول ورق عباد الشمس إلى اللون الأزرق. الأحماض ليها طعم لاذع، القلويات ليها ملمس صابوني، عشان نعرف بالتفرقة بمجرد اللمس إن احنا نعرف نفرق ما بين الأحماض والقلويات.
اول حاجه عندي في القلويات هعمل هيدروكسيد الصوديوم اللي هو رمزه NaOH، هيدروكسيد الصوديوم اللي هو رمزه NaOH. هيدروكسيد الصوديوم ده اسمه في الصناعه ايه؟ اسمه صودا كاويه. صودا كاويه كلنا عارفين صودا كاويه عباره عن ايه؟ عباره عن بلورات صلبه بيضاء لها قدره على التميق. بلورات صلبه بيضاء لها قدره على التميق. يعني ايه كلمه تميق؟ اما نيجي نعرف ونشرح كلمه تميق، تميق دي يعني بخار الميه اللي موجود في الجو تبتدي ان هي تمتصه، يعني لها قدره على امتصاص بخار الميه الموجود في الجو. سهله الذوبان في الميه، تستخدم في مجال صباغه وطباعه المنسوجات، وهي من القلويات القويه جدا. يبقى هيدروكسيد الصوديوم من القلويات القويه جدا. اسمه في الصناعه ايه؟ اسمه صودا كاويه. عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلورات صلبة بيضاء لها القدرة على التميق. لها القدرة على التميق. بلورات يعني عاملة زي الكريستال، شكلها يبقى عامل زي الكريستال كده، بتلمع. بلورات شكلها يبقى عامل زي الكريستال وبتلمع. لها قدرة على التميق يعني بتمتص بخار المية الموجود في الجو. يجي لي سؤال يقول لي علل، يجب احكام غلق العبوة المحتوية على هيدروكسيد الصوديوم. ليه؟ لانها لها قدرة على لها قدرة على التميق يعني امتصاص بخار المية الموجود في الجو. وهي بتتفتح العبوة بتاعتي لما مفتوحة تبتدي ان هي تمتص الرطوبة. البلورات اللي تبقى عاملة زي الكريستال وبعيدة عن بعضها تبتدي ان هي تلزق في بعضها وتبقى متبلرة، تبقى اسمها متبلرة. بستخدمها في ايه؟ في مجال صباغة وتجهيز المنسوجات. طيب هي من القلويات الايه؟ القلويات القوية جدا، القلويات القوية جدا. تاني حاجة عندي هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم رمزه ايه؟ KOH، KOH. طيب هيدروكسيد البوتاسيوم ده اسمه في الصناعة ايه؟ اسمه بوتاسا كاوية، زيه زي الصودا الكاوية بالظبط، نفس الخواص. يبقى عبارة عن بلورات صلبة بيضاء سهلة الذوبان في المية، لها القدرة على التميق، تميق يعني امتصاص بخار المية أو رطوبة الموجودة في الجو. يستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات. لما بيدوب في المية بيديني ايه؟ بيديني قلوي قوي جدا، قلوي قوي جدا. تالت نوع عندي اسمه البوراكس، رمزه Na2BO4. البوراكس Na2BO4 ده من القلويات المتوسطة، بيستخدم في عبارة عن مسحوق أبيض سهل الذوبان في المية، بيستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات وفي إزالة بقع الصدأ من على الأقمشة. رابع حاجة عندي النشادر أو الأمونيا اللي اسمها رمزها NH3. الأمونيا دي إيه بقى؟ عبارة عن بلورات أو حبيبات بيضاء، حبيبات صلبة بيضاء سهلة الذوبان في المية. أما تدوب في المية بتديني إيه؟ بتبقى ليها ريحة مميزة عشان بيتصاعد غاز النشادر، بقى ليها ريحة مميزة عشان خاطر بيتصاعد غاز النشادر. من القلويات الضعيفة وتستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات. تاني نوع عندي او تالت حاجة عندي الاملاح. طب الاملاح دي بتتكون ازاي؟ الاملاح دي بتتكون من تفاعل حامض مع قلوي بيديني املاح، حامض مع قلوي بيديني املاح. تفاعل الاحماض هي ناتجة من تفاعل الاحماض مع القلويات. اول حاجة عندي كلوريد الصوديوم، المواد بتاعتي اول حاجة عندي كلوريد الصوديوم. كلوريد الصوديوم رمزه ايه؟ NaCl2، NaCl، NaCl. طب اسمه كلوريد الصوديوم ايه؟ نفتكر ده ايه؟ كلوريد الصوديوم ده ملح الطعام اللي احنا بناكله في البيت، اللي احنا بنحطه على الاكل. ملح الطعام شكله عامل ازاي؟ عبارة عن مسحوق ابيض. مسحوق ولا بلورات؟ عبارة عن حبيبات بيضاء سهلة الذوبان في المية. بتدوب في المية؟ لا بتدوب، سهلة الذوبان في المية. بتستخدم في ايه؟ في مجال صباغة وطباعة المنسوج. الملح ده مهم جدا 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 في عمليات الصباغة. الملح ده هو بيبقى عبارة عن عامل مساعد بيشيل الصبغة من محلول يدخلها جوه الخامة. يبقى الملح ليه استخدامات كتيرة. تاني نوع عندي اسمه كبريتات الصوديوم، رمزها Na2SO4. كبريتات الصوديوم رمزها Na2SO4. اسمها في الصناعة ايه؟ اسمها ملح جلوبر، اسمها ملح جلوبر. زي ملح الطعام بالظبط. عبارة عن مسحوق أبيض أو بلورات حبيبات بيضاء سهلة الذوبان في المية، تستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات. طيب إيه الفرق ما بينه وبين ملح الطعام؟ ملح الطعام لو الكيلو بجنيه ماشي، الكبريتات الصوديوم الكيلو بتاعها بـ6 جنيه، يبقى غالي شوية عنه في السعر، بس هو أنقى وبيستخدم درجة العمل بتاعته بتبقى أعلى شوية من ملح الطعام. ثالث نوع عندي اسيتات الصوديوم اللي رمزها CH3COONA، اسيتات الصوديوم.
دي عبارة عن مسحوق أبيض سهل الذوبان في المية، بيستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات. وبعدين نيتريت الصوديوم اللي هو NaNO2، ده بيستخدم برضو عبارة عن مسحوق أبيض ويستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات. كل الحاجات دي كلها من أملاح سهلة التزوين في المية. بتعمل إيه الأملاح دي؟ الأملاح دي بتبقى زي عوامل مساعدة في العمليات التحضيرية أو العمليات اللي أنا بعملها على القماش. نتكلم بعد كده على المواد المؤكسدة. طيب اتكلمنا عن أملاح أحماض وقلويات وأملاح، طيب هو دول بس المواد؟ لا، في عندي حاجات تانية، عندي مواد مؤكسدة. ايه هي مواد مؤكسدة دي؟ مواد بتحمل في تركيبها اكسجين بتديها لغيرها، يعني مواد بتحمل في تركيبها ذرة اكسجين. يبقى لو جيت اعرفها، هي مواد تحمل في تركيبها ذرات اكسجين وتعطيها لغيرها للتفاعل، يعني ما جاء يحصل عملية التفاعل بتديها للخامة او تديها للمادة اللي تتفاعل معاها. طب ما نيجي نعرف الاكسدة، نيجي نعرف الاكسده. الاكسده اهي، بص علينا معانا الاكسده هنا، هو ادي الماده بتاعتي اهي، ادي الماده ماشي. انا لو اديت للماده اكسجين يبقى اسمها اكسده، لو خرجت منها هيدروجين يبقى اسمها اكسده. يبقى ما اجي اعرفها باختصار، هي اكساب الماده ذره اكسجين او اكثر، او افقادها ذره هيدروجين او اكثر. يبقى تعريف الاكسده ان انا بدي للماده ذره اكسجين او اخرج منها ذره هيدروجين. تمام كده؟ طيب اهم المواد المؤكسده عندي ايه؟ اول حاجه عندي هايبوكلوريت الصوديوم. المواد المؤكسده عندي بتتقسم لحاجتين، مركبات كلور ومركبات اكسجين. مركبات كلور هايبوكلوريت الصوديوم ماشي، مركبات اكسجين فوق اكسيد الهيدروجين، وعندي برمجانات البوتاسيوم. اول حاجة عندي هايبوكلوريت الصوديوم اللي هو رمزه NaClO2، رمزه NaClO2، داخل الكلور اساسي فيه، شكله زي الكلور بالظبط، عبارة عن سائل شفاف عديم اللون، يميل لونه للاصفرار، سهل الذوبان في المية. بستخدمه في ايه؟ بستخدم الكلور في ايه؟ كلنا بنستخدمه بطريقة غير مباشرة، بنستخدمه ان احنا ما بنيجي نغسل الاقمشة البيضاء في البيت، بنستخدمه في التنظيف. يبقى الكلور او الهايبوكلوريت الصوديوم بيستخدم في مجال التبييض الاقمشه، في مجال تبييض الاقمشه، ولكن يجب الحذر عند استخدامه، لان الكلور اما التركيز بتاعه بيزيد بيبتدي ان هو يهاجم الخامه ويأثر على المتانه، هنعرفها في عمليات التبييض. الكلور لما التركيز بتاعه بيزيد بيبتدي ان هو يأثر على الخامه، يهاجم الخامه ويأثر على المتانه بتاعتها. طيب تاني نوع عندي ايه؟ فوق اكسيد الهيدروجين، ميه الاكسجين، اسمها في الصناعه ميه الاكسجين، رمزها H2O2. بنستخدم ميه الاكسجين في ايه؟ بنستخدمها في حاجات كتير. اول ما يجي في ذهننا على طول نفتكر على طول مستحضرات التجميل. لا طبعا، مش مستحضرات التجميل بس، لا ده احنا بنستخدمها كمان في مجال التبييض، بتستخدم في تبييض الصوف وتبييض القطن وتبييض الالياف الصناعيه، يعني بتستخدم ليها مجالات استخدامها في عمليات التبييض. طيب ايه هو اهم ما يميز فوق اكسيد الهيدروجين؟ فوق اكسيد الهيدروجين رمزه باختصار H2O2، ده بيتفكك في الميه بيديني الميه وبيديني الاكسجين. الاكسجين ده هو اللي بيقوم لي بعمليه الاكسده، هو اللي بيقوم لي بعمليه الايه؟ الاكسده. الاكسجين ده هو اللي بيقوم لي بعمليه الاكسده. طيب يبقى ميه الاكسجين او فوق اكسيد الهيدروجين عباره عن سائل عديم اللون، سهل الذوبان في الميه، يستخدم في مجال صباغه وطباعه المنسوجات، ويتحلل في الماء الى ميه وهيدروجين اكسجين، ميه اكسجين. الاكسجين هو اللي بيقوم لي بعمليه التفاعل ماشي، بيستخدم في عمليات التبييض، بيستخدم في مستحضرات الطبيه، يستخدم في المستحضرات الطبيه، يبقى ليه استخدامات كتيره. تمام. عندي ثالث حاجه، حاجه اسمها برمجانات البوتاسيوم. برمجانات البوتاسيوم رمزها KMnO4، KMnO4. برمجانات البوتاسيوم دي بتستخدم في ايه؟ برمجانات البوتاسيوم دي عباره عن، اسمها برمجانات، لونها لون البتنجاني كده شويه، يبقى عباره عن بلورات صلبه بيضاء، بلورات صلبه مش بيضاء بقى، بلورات صلبه، يميل لونها للبنفسجي المحمر. لما تيجي تدوب في الميه، اما نيجي ندوب في الميه بيديني لون بنفسجي محمر، يديني لون بنفسجي محمر. تستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات وفي عملية التبييض، لكن علل
قل استخدام برمجانات البوتاسيوم في الصناعه. ليه ما بنستخدمهاش في الصناعه؟ لان برمجانات البوتاسيوم بتعمل لي ايه؟ برمجانات البوتاسيوم سعرها غالي، غير اقتصاديه، ما ينفعش ان انا استخدمها في الصناعه. بيفضل ان انا استخدم فوق اكسيد الهيدروجين او هيبوكلوريت الصوديوم، لان السعر بتاعهم اقل شويه. تاني، يبقى برمجانات البوتاسيوم عباره عن بلورات صلبه يميل لونها للاصفر، البنفسجي المحمر. لونها ايه؟ بنفسجي محمر. لما تيجي تدوب في الميه سهله الذوبان، فما بتديني سائل او محلول لونه بنفسجي محمر. المحلول ده هو بيعمل لي ايه؟ بستخدمه بقى في عمليات التبييض، بستخدمه في اي عمليه ايا كانت. طيب برمجات البوتاسيوم قل استخدامها في الصناعه ليه؟ لانها غلو ثمنها، لانها غير اقتصاديه، غير اقتصاديه. تمام. طيب كده اتكلمنا عن المواد المؤكسده، وقلنا ايه هي تعريفها، وقلنا تعريف الاكسده، وقلنا المواد اللي احنا بنستخدمها ايه. هنتكلم على عكس الاكسده، حاجه اسمها الاختزال، عمليه الاختزال. يبقى المواد المختزله، يبقى المواد المختزله يبقى عباره عن ايه؟ ما نيجي نعرفها. هي مواد تحمل في تركيبها ذرات هيدروجين او اكثر وتعطيها لغيرها للتفاعل. احنا قلنا المواد المؤكسده هي مادة بتحمل، يبقى الخامة بتاعتي أو المادة دي شايلة أكسجين بتديها للخامة. طيب المواد المختزلة عكسها، شايلة هيدروجين بتديه للخامة، شايلة هيدروجين بتديه للخامة. تمام كده؟ طيب يبقى ما نيجي نعرف بقى الاختزال، الاختزال عكس الأكسدة. آدي المادة بتاعتي هي، آدي المادة بتاعتي أهي، ماشي، آدي المادة. يا إما أدخل لها هيدروجين أو أخرج منها أكسجين. يا اما ادخل لها هيدروجين او اخرج منها اكسجين. يبقى لما اعرف الاختزال اقول هو اكساب الماده ذره هيدروجين او اكثر، او افقادها ذره اكسجين او اكثر. يبقى هو اكساب الماده ذره هيدروجين او اكثر، او افقادها ذره اكسجين او اكثر. طيب ايه هي المواد اللي احنا بستخدمها في عمليه الاختزال؟ عندي اول حاجه عندي ماده هيدروسلفيت صوديوم، رمزها Na2S2O4. هيدروسلفيت الصوديوم رمزها Na2S2O4. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مسحوق ابيض سهل الذوبان في المية، مسحوق ابيض سهل الذوبان في المية، ماشي. بيستخدم طبعا في مجال صباغة وطباعة المنسوجات. تاني مادة عندي اسمها بيسلفيت الصوديوم، رمزها NaHSO3. المادة دي برضو عبارة عن مسحوق ابيض، بيستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات، سهل الذوبان في المية. طيب الهيدروسلفيت وبيسلفيت بنستخدمهم في ايه؟ الهيدروسلفيت بيستخدم في إذابة صبغات الأحواض، ده حاجة مهمة، حاجة أساسية أما أجي أعمل عملية الصباغة وصبغات الأحواض. بيسلفيت الصوديوم ده لازم أحطه كمادة مختزلة عشان بيساعد على ذوبان الصبغة، لأن الصبغة دي صبغة غير قابلة للذوبان في المية. عشان تدوب في المية لازم أستخدم مادة مختزلة وقلوي، لازم استخدم معاه بيسلفيت الصوديوم واحط معاه ماده هيدروسلفيت الصوديوم واحط معاه ماده قلويه. بيعملوا ايه؟ بيساعد، بيحول الصبغه بتاعتي من الصوره الغير قابله للذوبان في الميه الى صوره سهله الذوبان في الميه، واعمل عمليه الصباغه. طيب ده بالنسبه للهيدروسلفيت. طب بالنسبه للبيسلفيت، اما اجي اعمل عمليه الغلي في المراجل البخاريه الافقيه او الراسيه، بيحصل ايه؟ انا بحط القماش جوه المكنه في طيات، بيبقى فيه طيات، بيبقى فيه هواء. لما تيجي تحط نمله المكنه بالقماش بيبقى فيه طيات كده، فيه هواء جوه الفراغات، بيبقى فيه هواء جوه الفراغات، الهواء ده فيه اكسجين. بيسلفيت الصوديوم ده بيعمل ايه؟ بيتفاعل مع اكسجين الهواء الجوي الموجود داخل الغلايه عشان تتم عمليه الغلي بنجاح. يبقى يجي لي يقول لي علل، يجب اضافه بيسلفيت الصوديوم الى عند اجراء عمليه الغلي. يجب إضافة بيسلفيت الصوديوم عند إجراء عملية الغلي. ليه؟ لأن بيسلفيت الصوديوم بيتفاعل مع أكسجين الهواء الجوي الموجود داخل الغلاية عشان خاطر تتم عملية الغلي بنجاح، لازم أحط بيسلفيت الصوديوم. لو في شوية هواء وأكسجين موجودين ضاعت، باظت عملية الغلي، باظت عملية الغلي. عندي بعد كده هنتكلم على مواد الابتلال. مواد الابتلال دي عبارة عن إيه؟ مواد تعمل على زيادة قدرة الخام على الامتصاص السوائي. يعني ايه؟ يعني انا سطح القماش بتاعي، القماش اهو مثلا، انا اما اجي اعمل اي عملية ايه اللي بيحصل؟ القماش بيجي يمتص مش منتظم، بيمتص مش
منتظم ماشي، عشان خاطر يمتصر الانتظام بستخدم مواد ابتلال. المواد دي بتعمل لي ايه؟ على انتظام امتصاص السوائل، على انتظام امتصاص السوائل. نقولها ركزوا معايا، يعني الخامة بتاعتي اهي دي الخامة ماشي. الخامة بتاعتي لما اجي امر اعمل لها غمر في المحلول ايه اللي بيحصل؟ ماشي، هتلاقي جزء بيشرب ميه كتيره وجزء يشرب ميه قليله، جزء ميه كتيره وجزء ميه قليله، يعني معناها ان كميه المواد الكيميائيه مش متساويه على سطح القماش. طب انا بستخدم مواد الابتلال ليه؟ مواد الابتلال لما بستخدمها بتخلي لي الامتصاص منتظم، بتخلي لي السطح كله بيمتص بنفس الكميه، السطح كله بتاع القماش من اول القماش لغايه اخره بيمتص بنفس الكميه، بالتالي لما اجي اعمل عمليه صباغه تديني صباغه منتظمه. يبقى ما نيجي نقول مواد الابتلال تعريفها، هي مواد تعمل على زياده القدره على امتصاص السوائل. ماشي، اهم المواد الابتلال اول حاجه عندي الزيت الاحمر التركي. هتقولي لي زيت، يبقى الزيت ده هو بيعمل ايه؟ زيت ولونه احمر؟ لا طبعا، الزيت الاحمر التركي ده من اهم مواد الابتلال، بيستخدم في ايه؟ عباره عن سائل شفاف زيتي قوام، زيتي القوام سهل الذوبان في الميه. بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في مجال صباغه وطباعه المنسوجات. اهم حاجه في استخدامه كمان في مجال صباغه وطباعه المنسوجات ان بيستخدم عند صباغه الاقمشه القطنيه بصبغات النفتل. في نوع عندي من الصبغات اسمها صبغات النفتل او صبغات الاذيه، صبغات النفتل او صبغات الاذيه بيستخدم في عمليه الصباغه بيها، بيبقى عامل ماده ابتلال قويه جدا، وبيستخدم لو انا هعمل كماده ابتلال لان هو ليه دي درجه تغلغل عاليه للاقمشه الثقيله زي الجنس ماشي، زي القماش الجنس التقيل الاطلس، القماش الاطلس ماشي. طيب يبقى عرفنا كده هو ان الزيت الاحمر التركي من اهم مواد الابتلال، ويستخدم في مجال صباغه وطباعه المنسوجات، وخصوصا عند الصباغه بصبغات النفتل او صبغات الاذيه، او عند استخدام الاقمشه الجينز او الاقمشه الاطلس اللي هي الاقمشه الثقيله. تاني عندي نوع من المواد، عندي الابيجون. الابيجون ده سائل سهل، سهل الذوبان في الميه، سائل شفاف سهل الذوبان في الميه، يستخدم في مجال صباغات وطباعه المنسوجات، وبيديني درجه ابتلال عاليه للاقمشه. اهم ما يميز مواد الابتلال بقى عندي المنظفات الصناعيه. ايه هي بقى المنظفات الصناعيه؟ الصابون. الصابون ده من اهم مواد الابتلال. هو ينفع نغسل او نحط الغسيل في الميه من غير صابون؟ الصابون بيعمل ايه؟ بيقوم لي باستحلاب الدهون، بيقوم بيخلي القماش بتاعي يمتص السوائل بانتظام، يخلي القماش بتاعي يبقى جيد الابتلاليه. تمام، يبقى كده خدنا مواد الابتلال وخدنا اهميه مواد الابتلال. نتكلم بعد كده على الماده اللي بعديها، الجواهر الكشافه. اسمها جواهر كشافه يعني حاجه بتكشف لي. يعني ايه جواهر كشافه؟ يعني هي ماده بتبتدي ان هي تكشف لي المحلول ده حامض ولا المحلول ده حامض قلوي، بتعرف تعرف لي المحلول ده هو حامض او قلوي فقط لا غير، يبقى للكشف عن حامضيه او قلويه المحلول. يبقى هي مواد تستعمل للكشف عن حامضيه او قلويه المحلول. طيب نبص على الجدول بتاعنا ده بقى، مهم جدا. انا عندي كام نوع؟ عندي ثلاث انواع. انا عندي انواع كتير بس احنا نتكلم على عباد الشمس. ورق عباد الشمس لونه الاصلي ايه؟ بنفسجي. لونه الاصلي بنفسجي. طب في الوسط الحامضي بيتحول الى اللون الايه؟ الاحمر. الوسط القلوي بيتحول الى اللون الازرق. تاني حاجه عندي الفينول فيسالين، الفينول فيسالين ماشي، ده لونه الاصلي عديم اللون ملوش لون، في الوسط الحامضي بيديني ما بيتاثرش، الوسط القلوي بيتحول الى اللون الوردي، الوسط القلوي بيتحول الى اللون الوردي. تالت حاجه عندي الميثايل البرتقالي، لونه الاساسي برتقالي ماشي، في الوسط الحامضي بيتحول الى اللون الاحمر، الوسط القلوي بيتحول الى اللون الاصفر. يبقى الجواهر الكشافه دي بتعمل لي ايه؟ بتعرف لي ان المحلول ده حامض ولا المحلول ده قلوي. ان انا بحطها فيها تبتدي انها تغير لونها من لون للون، تغير لونها من لون للون، ما بتعرفليش حامض قوي ولا قلوي قوي، هنعرفها فيما بعد. طيب
عندي بعد كده الزيوت، عندي الزيوت، هل ينفع ان احنا نشتغل في الماكينات من غير ما يبقى فيها زيوت او شحوم؟ لا طبعا، الماكينات دي شغالة بتروس، التروس ده عشان ما يحصلش احتكاك فيها لازم بستخدم زيوت، لازم بستخدم زيوت او بستخدم شحم. يبقى انا عندي الزيوت بتنقسم لحاجتين، زيوت معدنية زي زيت البترول اللي هو كيلو الجاز، والبترول الخفيف اللي هو البنزين. طيب طبعا الجاز احنا عارفين احنا بنستخدمه في ايه، اولا هو بيستخدم، ممكن استخدمه في التنظيف، ممكن استخدمه في عمل مدخنات الطباعة. البنزين الزيت الخفيف ده برضو استخدمه في في عملية التنظيف الجاف، عملية التنظيف الجاف. طيب في حاجة تانية اسمها الشحوم، ما دي برضو من ضمن الزيوت المعدنية. الشحوم، الشحوم ده هي بتستخدم في تزييت او تشحيم الماكينات عشان خاطر تمنع تآكل التروس مع بعضها، تمنع تآكل التروس مع بعض. التروس لما يحصل احتكاك ما بينها وبين بعضها بيحصل تآكل ما بينها وبين بعضها، رفع درجة الحرارة، والمعدن مع المعدن أثناء الاحتكاك ده يحصل تآكل ما بين المعدن والترس ونفسه أو الترس وأخوه. تمام. تاني عندي حاجة من الزيوت اللي هي الزيوت العضوية. عضوية يعني بتستخرج، باخدها من الطبيعة، باخدها من الطبيعة، زي زيت بذرة الكتان، زي زيت بذرة القط، زي زيت الزيتون. كل الحاجات دي باخدها من النباتات. طب الحاجات دي بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في عمل المدخنات، بستخدمها في عمل المدخنات. عندي زيت تاني اسمه زيت الترابنتينا. زيت الترابنتينا ده عبارة عن سائل عديم الذوبان في المية، بس له قدرة على التطاير. يعني انا لو عندي بقع على الاقمشه ابتدي ان انا انضف بيها البقع دهيا، لان هو بعد كده هيتطاير في الجو. تمام. المواد المشتته، ايه هي بقى المواد المشتته؟ من اسمها مشتته كده، يعني مواد بتساعد على تشتيت الاشياء او تشتيت المواد الكيميائيه في المحلول. طيب المواد المشتته دي ازاي؟ المواد المشتته دي نركز، انا عندي بستخدمها ليه؟ تعمل على انتشار المادة بانتظام في المحلول. ماشي. انا بعض المواد ممكن احطها جوه المحلول، احطها جوه المحلول توجد في وجود تجمعات، يبقى متجمعة كده. ماشي ماشي، مش دايبة في المحلول، متجمعة. ماشي. اما باجي احط عندي مادة الانتشار بتساعد على انتشار، اما احط مادة انتشار بتخلي عندي المادة منتشرة بانتظام، يعني المسافة ما بين هنا وهنا 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 ما بين كل جزيئات متساوية، المسافة متساوية ما بين الجزيئات وما بين بعضها. يبقى مادة الانتشار بتعمل على ايه؟ على انتشار المادة بصورة منتظمة في المحلول. طيب مادة الانتشار ده هي بتعمل ايه؟ بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في مجال صباغة وطباعة المنسوجات، وخصوصا ركزوا بقى في كلمة خصوصا، في عندي نوع من الصبغات اسمه الصبغات المنتشرة، الصبغات المنتشرة أو الديسبيرس داي، الصبغات المنتشرة أو المشتتة. الصبغات دي ما بتدوبش في المية، عشان خاطر تدوب في المية أو تنتشر في المية أنا بحط لها مادة انتشار بتخليها تنتشر بانتظام في المية، ما أجي أعمل عملية الصباغة تبقى سهلة إنها تلتصق بالخامة بانتظام، تبقى الصباغة بتاعتي إيه؟ متجانسة. تاني حاجة عندي أو بعد كده النقطة اللي بعديها، المنظفات الصناعية. المنظفات الصناعية دي مهمة جدا جدا. هل ينفع إن أنا أعمل أي عملية من غير ما أعمل عملية غسيل بعديها؟ طب هعمل غسيل بإيه؟ هعمل غسيل في باستخدام منظفات صناعية، الصابون، منظفات صناعية اللي هو الصابون. طب الصابون ده بحضره من إيه؟ من تفاعل الأحماض الدهنية مع القلوي بيديني صابون، يبقى تحضير الصابون من أحماض دهنية زي قلوي هديني صابون. زي ما يكون بقى نوع الاحماض الدهنيه دي ايه، زي ما يكون نوعها ايه، حامض الاوليك، حامض الاستياريك، زي ما يكون حامض، نوع الحامض بتاعي ده ايه. طيب يبقى عرفنا كده هو ان الصابون او الاحماض المنظفات الصناعيه اللي هي الصابون، ايا بقى كان شكل الصابون او ايا كان تركيبه بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في كل العمليات التحضيريه والغير تحضيريه والعمليات النهائيه، كل حاجه، ما فيش اي عمليه اعملها الا ما لازم بعديها اعمل عمليه غسيل بالصابون عشان اتخلص من اثار المواد الكيميائيه. يبقى الغرض منها طبعا الصابون بيعمل ايه؟ اول حاجه الصابون لو انا عندي شوائب في القماش بيتخلص من الشوائب، لو انا عندي دهون في القماش بيتخلص من الدهون، لو انا عندي
مواد كيماويه، بيبتدي ان هو يدوب مواد كيماويه ويدوبها في الميه، تمام كده. يبقى الصابون بتخلصي من اثار المواد الكيماويه الموجوده في القماش، تخلص من اثار الشوائب، تخلص من اثار الدهون الموجوده في الاقمش. وعمليه الغسيل دهيا، الغسيل باستخدام المنظفات الصناعيه مهمه جدا بعد كل العمليات التحضيريه والتكميليه. بعد كل العمليات لازم اعمل عمليه غسيل باستخدام المنظفات، تمام. عندي بعد كده درجه القص الهيدروجيني. احنا اتكلمنا عن الجواهر الكشافه، وقلنا الجواهر الكشافه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان هي بتعرف لي اذا كان المحلول ده حامض او قلوي، المحلول ده حامض او قلوي. طيب لكن انا ما اعرفش درجه الحموضيه بتاعته، حامض قوي ولا لا، ولا قلوي قوي ولا لا. طب ايه اللي هيعرف لي؟ حاجه اسمها درجه القص الهيدروجيني. درجه القص الهيدروجيني ده نظام، ده جهاز، ده جهاز، ماشي. الجهاز اهو جهاز قدامي، ماشي، بيبقى فيه بفر او بيبقى فيه المقياس بتاعي، بيعمل زي القلم كده، بحطه في المحلول ويبتدي يقرا لي على الشاشه بتاعت الجهاز ان المحلول ده حامض او المحلول ده قلوي، حامض بدرجه كذا او قلوي بدرجه كذا. يبقى ما اجي اعرف القص الهيدروجيني بقول عليه هو نظام يمكن عن طريقه تحديد مدى او درجه قلويه الاحماض او حمضيتها، الماده او حمضيتها، تمام. يبقى نقول عليه هو نظام يمكن عن طريقه قياس مدى حامضيه او قلويه المحاليل، حامضيه او قلويه المحاليل. طيب القص الهيدروجيني، ماشي، بيرمز له ببي اتش، رمزه بي اتش. يعني ايه بي؟ بي دي يعني تركيز، اتش دي يعني ايون الهيدروجين، يعني معناها انه بيقيس لي تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول، تركيز ايونات الهيدروجين في المحلول، تمام. طب بيقيسها لي عن طريق ايه؟ ان طبعا بيحصل تأيون للمحلول، اي حاجه ما يحصل لها تأيون تتحول الى ايونات او شحنات موجبه وشحنات سالبه. طيب نعرف نظريه التأيون، نركز مع بعض، خليكم معايا. تأيون الميه، اما تيجي الميه تتأين، ماشي، الميه رمزها عندي H2O، هتتأين الى مجموعه الهيدروكسيد بشحنه ثلاثيه سالبه زائد المجموع الهيدروجين بشحنه موجبه، زائد الهيدروجين بشحنه موجبه. طيب الاحماض لما تيجي تتأين، ناخد اي حاجه H2SO4 مثلا، هيتأين الى الهيدروجين 2H بشحنه موجبه زائد الكبريتات بشحنه سالبه. القلوي NaOH هيجي يتأين، هيديني الصوديوم بشحنة موجبة ومجموعة الهيدروكسيد بشحنة سالبة. يبقى أي حاجة في المحلول بيحصل لها تأين لشحنات موجبة وشحنات سالبة. طيب أنا عندي أي حاجة هكتب كده، عايزة أعرف المادة دهيا حامضية ولا قلوية، المادة دي حامضية ولا قلوية. طيب اعرفها ازاي؟ المادة ده هي بتدوب فين؟ في المية. يبقى اعمل تأين للمادة دي واعمل تأين للمية، نشوف. ادي المادة زائد اعملها عملية تأين، بعمل سهم رايح جاي، هيديني الهيدروجين بشحنة موجبة ويديني سي ال بشحنة سالبة. انا بدوبها في ايه؟ بدوبها في المية، المية رمزها H2O، تأين هيديني ال H بشحنة موجبة زائد ال OH بشحنة سالبة، تمام. ايه اللي بيحصل؟ بعمل لهم عملية جمع، مش المادة دهيا هتدوب في المية، يبقى اهي المادة اهي زائد المية، هنجمع دولت بقى H و H يبقى 2H بشحنة موجبة زائد Cl لوحديها زائد الهيدروكسيد لوحديها. عندي هنا عدد ايونات الهيدروجين قد ايه؟ 2. الهيدروكسيد قد ايه؟ 1. زيادة عدد ايونات الهيدروجين تعني
حامضية المحلول. زيادة عدد أيونات الهيدروجين تعني حامضية المحلول، يبقى زيادة عدد أيونات الهيدروجين تعني حامضية المحلول. القاعدية، لو أنا عندي مجموعة هيدروكسيد، طيب نشوف لو عندي مادة زي ده، هي مثلا NaOH، عايزة أعرف هي حامض ولا قلوي. المادة ده هي الأول خالص أعينها، أدي NaOH، أعمل عملية تأين، هديني ال Na بشحنة موجبة زائد ال OH بشحنة سالبة. بتدوب فين؟ بتدوب في المية، المية رمزها H2O، أعمل عملية تأين، هيديني الهيدروجين بشحنة موجبة زائد ال OH بشحنة سالبة. احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل جمع، مش ده بيدوب في ده، الاثنين بتبقى موجودين مع بعض في محلول واحد، ال NaOH زائد ال H2O، نعمل عملية تأين، هيديني ال NA في زيها تحت، لا NA بشحنة موجبة زائد ال OH في زيها تحت، في واحدة تحت، يبقى واحد وواحد اتنين، OH زائد ال H بشحنة موجبة. عندي كام واحد هيدروكسيد؟ اتنين. كام واحد هيدروجين؟ واحد. هنا اتنين وهنا واحد، ماشي. يبقى زيادة عدد أيونات الهيدروكسيد تعني قلوية المحلول، زيادة عدد أيونات الهيدروكسيد تعني قلوية المحلول، تمام كده؟ طب احنا بنقول حامضية وقلوية، طب ايه بقى؟ لازم نعرف تقسيم درجة الأسر الهيدروجيني. درجة الأسر الهيدروجيني 14، تتقسم ل 14 درجة، 14 درجة. المتعادل رقم 7 اللي هو المية. احنا قلنا المية ايه بقى؟ احنا قلنا المية عدد أيونات الهيدروكسيد قد عدد أيونات، اهي الميه عدد مجموعات الهيدروكسيد قد عدد ايونات الهيدروجين، عشان خاطر كده متعدد الهيدروكسيد واحد والهيدروجين واحد، تمام؟ تمام. نيجي هنا اهو، نخش السهم وهو رايح ناحيه الواحد بتزداد الحامضيه، يعني اقول واحد حامضي قوي، حامض قوي. اقول 6.5 يبقى حامض ضعيف. طيب اقول 7.5 يبقى قلوي ضعيف. 14 قلوي قوي. يبقى اما امشي من 7 ل 14 بتزداد القلوية، امشي من 7 للواحد، انزل من 7 للواحد بتزداد الحامضية، ماشي. يبقى المتعادل عندي ايه؟ 7. وايه هو الجايب بتاعي؟ اللي هي الميه. اما جينا عيناها، اتعينت لايونات موجبه وايونات سالبه، لقينا الهيدروجين قد الهيدروكسيد، مجموعات الهيدروجين قد مجموعات الهيدروكسيد، فبالتالي هي متعادله. طيب لما احنا نعد عدد الايونات بعد كده ونقيس بالجهاز، كل ما يمشي العداد بتاعي من 7 ينزل لغايه الواحد بتزداد الحامضيه، لو زاد اكتر من 7 ل 14 بتزداد القلويه. الانزيمات، الانزيمات دي عبارة، دي مجالها كبير جدا وواسع، دي عبارة عن افرازات لكائنات عضوية زي البكتيريا والعفن، زي البكتيريا والعفن، بكتيريا وعفن، خمائر. الانزيمات دي خمائر ليها درجة نشاط معين، زي الخميرة البيرة. الخميرة البيرة دي مش ليها درجة ينفع ان انا اعجن عجينة واروح مدخلها الفرن على طول من غير ما اسيبها تتخمر، لا، ليها درجة حرارة معينة بتمشي تنمو فيها، تنمو فيها يعني تشتغل فيها الانزيم. الانزيمات في الوقت الحالي الاتجاه ليها بتستخدم في ازالة الوبرة، بتستخدم في عملية الغلي، بتستخدم في عملية ازالة مواد البوش، بتستخدم في عملية التبييض، ماشي. يعني الانزيمات ليها مجالات كبيرة قوي قوي واسعة، بتستخدم في عمليات بقى اللي احنا ايه، عمليات التجهيز النهائي، ان انا احسن من الخواص، ان انا مثلا القماش الجينز اديله التكشرات اللي هي الخطوط البيضاء اللي فيها او كده، هو الحاجات دي هي كلها ممكن باستخدام الانزيمات.
الانزيمات دي مجالها واسع جدا جدا جدا. الانزيمات دي عبارة عن خمائر او بكتيريا، الحاجات ده هي بتدوب في المية، ليها درجة حرارة مناسبة استخدمها فيها، ودرجة قصد هيدروجيني مناسب. الانزيم طول ما هي درجة الحرارة ما وصلش للدرجة المناسبة بتاعته بيبقى خامل، لو رفع درجة الحرارة بتاعتي اكتر من الدرجة المطلوبة بيحصل له تثبيط لنشاط الانزيم. يعني ايه تثبيط؟ يعني بيوقف نشاط الانزيم الا لما تنزل درجة الحرارة تاني. وميزة استخدام الانزيمات كمان في العمليات ان الانزيمات ده هي بتعمل لي على ايه؟ انا ممكن استخدمها بتعمل اعادة تدوير نفسها. الانزيم دي عاملة زي المفتاح والكالون، يخش يفتح الكالون ويطلع ويخش على العملية اللي بعدها وهكذا، ليها شكل معين. يعني العملية اللي هو داخل عليها سواء عملية إزالة بوش أو حرق وبرة أو أيا كانت العملية، ده عبارة عن مفتاح. هو بيخش المفتاح ده بيخش كل إنزيم، دي حاجة مش هو إنزيم واحد بيستخدم لكله، لا كل إنزيم ليه طبيعة عمل معينة أو شغل معين. بيخش بشكله ده، هو بيخش على المكان بتاعه يبتدي ان هو يفك او يحلل المادة ده هي ويخليها تدوب في المية. يبقى الانزيمات ليها باع كبير او شغل كتير جدا، انا اعرفه ان شاء الله فيما بعد. ماشي. المية، هو ينفع احنا نشتغل من غير مية؟ لا طبعا، المية دي سائل عديم اللون. ماشي، باخدها منين؟ من البحار، من الامطار. ماشي، المية دي موجودة من الانهار. انواع الميه نوعين، ماء ياسر وماء عسر. ماء ياسر يعني ايه؟ يعني ميه حلوه اللي احنا بنشربها. ماء عسر يعني ماء بيحتوي على املاح عسر، ماء بيحتوي على املاح عسر. يبقى الماء العسر عباره عن وجود املاح بيكربونات او كلوريد او كبريتات كالسيوم او مغنيسيوم دايبه في الميه. الميه بيبقى فيها املاح، ايه هي بقى الاملاح؟ ممكن تبقى املاح حديد، ممكن املاح فوسفور، اي املاح. لكن الاملاح اللي بتعمل لي عصر الميه هي بيكربونات، كبريتات، كلوريد، كالسيوم او مغنيسيوم. بيكربونات، كبريتات، كلوريد، كالسيوم او مغنيسيوم، تبقى دايبه في الميه. طب ميه العصر دي بتعمل لي ايه؟ لو جيت اجيب صابونه وبرغي بالصابونه ما بتخلي، بتفقد الصابونه القدره على الذوبان في الميه. اجي اعمل عمليه صباغه، ماشي، بتيجي تتفاعل مع الصبغه، يعني حاجه دوب صبغه في ميه، بتيجي تتفاعل مع صبغه بتخلي الصبغه تفقد القدره على الذوبان في الميه، ملح العصر ده. طيب بيعمل ايه تاني؟ لما اجي اعمل عمليه الغلي في المراجل، ماشي، الاملاح ده هي بتيجي تترسب على جدار الماكينات من جوه، ماشي، بتعمل تاكل او بتقلل من كفاءه عمليه الغلي، بتقلل من كفاءه الماكينات. يبقى ماء العسر خصائصه ان هو بيبوظ الصبغه، ما بيعملش رغوه مع صابون، بيبوظ لي الماكينات. طيب اعمل ايه؟ طب المكان اللي انا فيه فيه ماء عسر، يبقى لازم اتخلص من عصر الميه ده. طب قبل ما اتخلص من عصر الميه، نعرف ان في عندي نوعين من عصر الميه، عندي عصر مؤقت وعندي عصر دائم. عصر مؤقت وعصر دائم. العصر المؤقت ده عباره عن ايه؟ عصر المؤقت ده عباره عن وجود املاح بيكربونات كالسيوم او بيكربونات مغنيسيوم دايبه في الميه. بيكربونات كالسيوم او بيكربونات مغنيسيوم دايبه في الميه. طيب بتخلص منه ازاي؟ بتخلص منه ان انا اجيب الميه اعمل لها عمليه غلي، اجيب الميه اعمل لها عمليه غلي، ماشي، وبعد ما اعمل لها عمليه الغلي بيحصل ايه؟ بتتحول البيكربونات ده الى كربونات كالسيوم، دي بتترسب في القاع وبتتحول لايه؟ ثاني اكسيد الكربون، بيتصاعد في الجو. كده اتكلمنا عن العصر المؤقت، واتكلمنا عن الميه، واتكلمنا عن المواد الكيميائيه اللي بتستخدم في المجال الصباغه وتجهيز المنسوجات. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على العصر الدائم، ونتكلم على ازاي اتخلص منه، ونتكلم على العمليات التحضيريه للاقمشه القطنيه. اتمنى ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الحلقه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.